نكشة مخ مع نديم. بحلقة اليوم من نكشة مخ حكي راجي مع أبو نعيم بلبنان. راجي بده يفتح مشاريع بلبنان وأبو نعيم بده يساعده. خلينا نسمع. ألو مرحبا. أهلا. أحكي مع الأخ أبو نعيم إذا ممكن. بيحكي إن شاء الله. أبو طلعت معه أكيد. أبو طلعت أهلين، كيف حالك؟ كيف عرفتني على طول؟ ما قال لي كارم، قال لي حكى معي من كم يوم وقال لي الكذا. قلت له يا سيدي نحن نتشرف أول شيء. الله يشرف إلي، الله يخليك يا رب. أول شيء بدنا إياك ببيروت، يعني ثاني إذا بنحكي على الرأي نحن وياك. هذا إيش بيشرفني هذا الحاجة؟ اللي شيء أنا بجيبك عن المطار أخ أبو طلعت. الله يسعدك. وبنحكي بالتفاصيل وهم بلفلف أنا وياك، يعني أول ما بنحكي شيء بالأول. هذا انت تشوف بعينك، هذا شرف لي، هذا كرم وضيافه لبنانيه، هذا اصيل. لا يا زلمه هذا وجبه بعينك. وانت الشعب اللبناني معروف بالكرم والضيافه والاسلوب الحلو والحكي المعسول هذا، يعني بالعكس. يعني انا لما بدخل على مطعم، انا الاستقبال هذا اللبناني الرائع، هذا طريقه الاكل كيف محطوطه على الطاوله. بالمقارنه بدخل على مطعم انا هنا اردنيه بيكونوا اللي بيشتغلوا فيه. ايه صحيح. تخيل لدرجه انه شو بدك تدفع؟ بقول لك ما هو تقول لك سيدي اسيدي على مثلا بالاردن لبنان يخرب بيتك. عم بقول لك تيجي على لبنان تفوت على المطعم بقول لك اهلا وسهلا حبيب قلبي تفضل. مين؟ بلبنان. نعم. بالاردن شو بقول لك؟ اهلا وسهلا شو فينا نخدمك استاذ. اللي بالاردن بالغ، اللي في لبنان لسه ما بلغش. اهلا وسهلا هذيك، اهلا وسهلا مثل بعضك. ليتس جو. طب خلص انت فيك تجينا اخر طلعت الثلاثه، فيك تكون هون الثلاثه الاربعه. لا انا بجيلك اذا بدك. انا الاثنين عندي بس موعد الصبح وبعدين فري. اي ساعه موعدك؟ لا موعدي على 10 بس الصبح، انا بشغلي خاصه مع ناس يعني تبع افغانستان. مش مشكله، ولكن بغلبك يعني المطار سهل طلع. انا جيت بالبر، لانه كيف المطار عندكم؟ ما في شيء حجز، وانا بجيب اخذك من المطار ما تعت الهم. يعني ممكن حد يطلع يستقبلني قصدي؟ انا بدي لا انت تغلبش حالك. لا 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 يا رجل، لا لا حبيبي انت ضيفنا، انت خلص ضيفنا ما لك دخل، انت بتيجي وبس وما بتتعاطى. ابو سعيد مش بناتنا هذا الحكي. انت قال لي انا حجزت في الطياره وجايب وصال بيروت في تاريخ الكذا. انت شخصيا لا 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 ما انت لحالك لا تطلع، ارجوك ابعث لي حد، لكن انت ما تطلع. لا ما بدي غلبك، انا عندك اجتماع بتقول لي وهذا. لا اعوذ بالله اخي ابو طلعت، انا اجتماعي بس بدي شغله من واحد، بدي اعطيه اوراق ما وراه وخدم بس، يعني اذا انت بتقدر تطلع 11 12 في سياره بعد الظهر. خير ايش ماله؟ ابعت لي واحد على المطار. تمام، يحط هذا الساين، هذه الاشاره، هذا المربع. ابو طلعت بالكبير، ابو طلعت بالكبير، بكتب السيد ابو طلعت. خبرني انا بس عليك، انت ضيفي خلص. ببعث لك صوره لإلي، يحطها على الشسم عشان اتذكر انه انا. يحطها على الهاتف. ارجوك انت اتصال، انا ببحث ورقه كاتب علي ابو طلعت، ما تعت الهم. ابو ربحي ارجوك، هذا يعني احنا ما عليك اذا عندنا اربع خمس سيارات، ست سيارات تحت صرفك، يا عيب الحكي ابو طلعت. خلص اجيب الطياره وريح حالك. هسا مش مستاهل تبعت لي اربع خمس سيارات على المطار يا زلمه، يعني ما تعت الهم. خلص مش رئيس وزراء انا، واترك الباقي. يعني بتأمن لي حمايه وهيك سكيورتي ممكن مثلا ايضا؟ خلص انت ايش بدك، انت بحمايه ابو شنب هون مالك انت. لا العفو، العفو ابو الشهامه، العفو ابو الشهامه، ولكن انا اللي قصدي عليه عشان نعمل برستيج في لبنان. عندك علاقه مع فنانين وفنانات هناك نتعرف عليهم برضه هيك؟ يعني انا بحب اني. مين بدك؟ يعني بدك انا مين من هاته وهبي، من هاته وهبي وطالع ولا ونازل؟ من هاته وهبي ونازل. نفسي بصراحة أتعرف عليها، نفسي أتصور معها صورة هيك تذكارية للأبد. هاي سهلة سهلة يا أبو طلعت، بس أنت اللي أنت جاي وانسى الباقي خلص. هسا حيفا واحدة إذا تعرفت عليها يعني ممكن أبس الواوا؟ سهلة أي واوا، أنا رح خليك تطير بالسماء إذا فيك تطير. الواوا والماما. لا العفو، إحنا أنا زلمة محافظ بصراحة، ولكن عشان مطلعت عارف، مطلعت شوي يعني. خلص أنت عش بدك أنت، هذا انسى الباقي، انسى كله. أنت تفهم قصدي، أنا أنت واصل. طيب ومين في كمان من الشباب اللبنانيين المطربين ممكن تعرف؟ ملحن بركات منيح؟ يا خوفي ملحن بركات قد يعرض علي هسا، بيحكي يقول لي انا هذا فلان، قد يسبب لي يسب لي في الفنانين كلهم، بدي اقعد قاعده انا خفيفه. ابو طلعت خلص ملحن بركات يا كله، شو رايك بهذا؟ بكل هذا زباله، شو رايك في هذا؟ انت قال لي انت جاي. شو اسمه العراب هذا موجود بيكون في لبنان؟ ايه معلوم معلوم. شو اسمه هو هذا؟ بندقيه، شو اسمه؟ نشن. شو اسمه؟ نشان. نشان موجود هون بيته جنبنا. نشان بتعرف نشان انت؟ هو بيعلم ابني بالجامعة. شو بتحكي قاعد؟ هو نشان مدرس لغة عربية؟ ايه انجلش اديوكيشن هو. اه 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 اه
بعد. وبعدين في هون مجلة بتطلع كل اسبوع اسمها الموندانيتي، يعني هذه من مندي، يعني موندانيتي. المندي هذا مش الوجبة اليمنية؟ ايه المندي اللي هو الرز مع الدجاج، يمني هذا الوجبة. لا لا، هذه مجلة كبيرة، هذا ممكن تصور فيها مثلا هذا ويطلع ابو طلعت الان في لبنان. يلا بسيطة يا زلمة، هذه $50 بتتصور فيها، بتحط 100 صورة. والله غليان الصور. $50؟ شو فكرك انت هيك؟ والله شوف الدنيا كيف غليت، يعني هذا المشكلة مع البنزين والبترول، كل حاجة ارتفعت. يعني زمان كنا نتصور $35 ورتمشي يا زلمة، هذا المشي خلص. سلامة خير، سلامة خير. برنامج حافل. عندك ايميل على الانترنت؟ نو نو ANC_modernization. خليها كارم، هذا عنوان بيتكم. ايش هذا؟ كارم بيعطيك اياها كاملة. مين كارم؟ كارم الاخ كارم قصدك؟ اخ كارم بيعطيك اياها كلها. طيب يعني نيجي انا وياه، بتحب ولا مثلا على كله بركه اقنعته نيجي احنا وياه؟ لا لا خليك، يعني انت بدك تيجي لوحدك احكي بالتفاصيل انا وياك، وبعدين بنحكي بالامور الثانيه. دونت وري يا ابو طلال. والله انا بقول الاخ كارم يدخل في الموضوع، لانه برضه هو مزبط الديل، يعني يكون هو وسيط بيناتنا. يعني اذا صار في خلاف، لا سمح الله صار خلاف بيناتنا حاجه كذا، هذا هو بيكون الحكم، بجيب معه صفاره. يا كارم بكير لقصة، لا تكريس ولا شيء، بكير. وكارم حكاني على كل القصة. شو رأيك احنا نعين كارم هو الحكم؟ يلا جاهزين. تمام، بتجيب انت فريقك؟ بجيب فريقي. خلاص ما يهمك ابو طلعت، بس انت حاول اذا بتحجز اليوم او بكرة وقل لي انا جاي بتاريخ الفلاني. هات نفتح لنا شركة انتاج فني. هات انا بدي اتركك اياها مفاجأة. شو؟ إيش أنا تركت لها مفاجأة، بس أنت خلص الأفكار موجودة، بس تجي عبا المفاجآت. أبو كريم مالك يعني إحنا نسلكها من هذه الطريقة هسه، إحنا أجي لك على إيش رأيك تيجي أنت عندنا هنا وخلاص؟ فقال لك ما أنا بدي فرجيك، أن أنت بس تجي على المكتب عندنا رح أفرجيك على شركة الإنتاج والتصوير وكل شيء. هذه أول حاجة بتشوفها، وبعدين نحكي بالتفاصيل الثانيه. ابو سميح انت عند البلد، تيجي انت عندي هان من وقع هان بنتبع الاتفاقيه، بكون الاخ كارم موجود حكم. لا بس بدك تعرف شو بدنا نعمل قبل. يا ابو راشد تنزل ضيافه عندي انت في داري. الله يخليك، الله يديم بركي. عملنا البزنس هان في الاردن. كارم قال لي بدك تعمل بزنس في بيروت في الاول. طب يلا نبلش وحده، انت نبلش وحده وبلاش كل ده. الفندق اللي بدي انزل فيه بس اجي لبنان. العفو مش بدي اجي على لبنان، وين بدي انزل؟ ما عليك انت، بننزلك نحن بالفينيسيا. أرجوك لا تغلب حالك، أنزل عندك في البيت وهيك تخلص هسه. يا زلمة خلص، أنت don't worry، بس اللي أنت جاي وخلص. لا أنت أكرمتوني زيادة عن اللزوم هيك. لا بديش أنزل عندك في الدار أنا هسه. أنت أصحاب الكرم. يعني هسه بعد أغلبك أنا أنزل عندك، عندك أولاد وعندك كذا وهذا، أنزل عندك في البيت مش حلوة ثلاثة أيام يعني أسبوع. يا خي ما عليك، أنت بس تطلع بيروت انسى الباقي. وين ساكن؟ أنا ساكن بمنطقة جوني. هسا إن شاء الله بتكون أنتوا كرامكم معروف، فطور وغدا وعشاء هسا وهذا، يعني ما بدي أغلبك والله، أجي أنا والعيلة. لا أبو طلعت، بسيطة، أنت من نصينا بدك تصير. عندك أولاد؟ إيه صبيان الحمد لله. صبيان الله يخلي لك إياهم، عشان يتسلوا مع أولادي كمان لما يجوا. يلا سهلة. والله أنا خايف غلبة، أنا والمدام وثلاث أولاد نيجي نقعد عندكم في الدار، برضه مش حلوة. يا زلمة ما يهمك، أنت بتيجي على الدين ونحن بتشوف. يلا مش مشكلة، مش مشكلة، المدام بتتعرف على المدام والولاد بتسلوا مع بعض، وإحنا بنطلع بنشتغل ونسهر. ها البدك أنت جاي لحالك ولا مع العيلة؟ حتى لما نازلين عندكم في الدار بتصور روح أجيب العيلة، بيكون أفضل يعني، بتعرفوا على بعض، نتقارب من بعض إحنا عشان لما نوقع. ما عليك أنت بس تيجي قرر أنت جاي، وبس تقرر احكي كارم وكارم بخبرني. عندكم بيسين في الدار؟ لا ما عندنا. طيب هاي مشكلة، الأولاد وين بدهم يتسبحوا؟ ناخذ شي محل تحت. هسا البيت بيوسع عندكم يعني العيلة نيجي وهيك يعني؟ يا اخي ما عليك، بتنقي البيت، بتنقي شاليه، بتنقي فندق، انت بس تجي ونحن مندبرها. انا خايف اتكل عليكم بالوالدة كمان. ما في سلام. بتحمل البيت عندكم يعني كمان الشريك يجي معانا، شريكنا؟ جيب لك 50 مش مشكلة. يعني شريكي والعيلة كمان، خلينا نتعرف على بعض، كلنا عائلية هيك، احنا انا بحب انا، لانه انت عارف الشغل بالاخر يعني صدقني هي علاقات بالاخر. طلعت انت احكي كارم وهو بخبرني، ما تعتل بالشي بالباقي. كارم ايه هيني حكيت، ما صار شيء. يلا وانا بستنى تليفونك انت جاي. نديم سراج بيحكي معك من مزاج FM، اذاعه اردنيه، بيعمل فيك مقلب على التليفون، برانك. يا مين ميت وردي. وكارم حب يعمل فيك هذا المقلب. انا يا عطيه بدي اشوف العيله وين وخاتم وراح له خي شر بعدين نحكي. شكرا يا حبيبي، مع السلامة.
نكشة مخ مع نديم.